من أصل الدين إن روح والبوح موجست الله حكمه وي أما كفر هالنقضة أما إسلام هالنقضة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إلهي وحول الله الله يا مسلمين تهالقم يدولي إيكو الدولي قالوا أو يدعي كرتو قال هذا روح مسلمين ودح تشوي إذا ضربتم في سبيل الله جدك إلهي كب حدان فتبينوا وحب صدى محله بسن تتكهم من الدراع ننوي ننكو إنو قال يهو بصدى مسلمين تلا مدهين محلين نن إسلام يمن موجسان هيا إسكا إلى لنا المدير راعي سال لأنه إنا قالين وما اللي هو وإذا اللي قد دولا هاي وما نصح النابا ما لسان قال نجد ما قد دولا إنا وما نصح النابا محال الله قبق لكن مسلم إيمان كيسا قرصاني إلا المدير راعي ولا تقول فتبين صفة تبين إلهي بعدي معيدي ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا إذن ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا هذا روح إسلام من موجست آترى مؤمن متي أظن قال لما كهب آيات حقيقة لقليزان قولك إله هذا واضح حيسان نينك لست مؤمنا للي هي ما هن التوحيد موجستي وشهادة الوار كي روايات كحديث كأخرية وتقرن إنسان في السنة والصحاح أخرية وام حي ونن حين أري أسوى لتشوجا مسلمين دولة يقصوا بحيد أن مرقام إسلام كذا قرصنا يجي مركز ولا السلام عليكم تلقى بيد من المسلمين بيد قالا كروكتي سلام بس كجوي على أنا نو سلام نو سلام عليك بلي ذا وام كفان سنة أرجع يحين ترتين الله بحسته وإذا تبقى قد قاضي تأتيب إله سبحانه وتعالى كجواب أدل وقع عن أنتي ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لمن ألقى إليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله يبان ككر الله إن من كان وركد داية إلهنا السلام النقصي تي السلام عليكم يكون سلام نقصين جرتين يقوله إنك اللي مادة هل هو بصدو مثلا أنت عادقة هيدبا مسوى أستان إسلام من إنك هبية هذا أستان نقطة دو وعلك محكود ليسان لكن لا إله إلا الله محمد رسول الله إنه يريد وفر الإسلام كان لقو السوق لها فرق هلي أو إسلام لقو السوق لها مبا تربا أيضا إيا وحكا فرعامي أما معنى هذي حنبارسا أيا لقو السوق لها لكن أساس كوا أيضا نينك كل رواق إله يحور هذه مؤمن متين الدنيا الدون باتين فعند الله مغانم كثيرة ولو حالي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم هذا كور إذنكم إيمانك والقرسان جرتيري وذات كان لابك عاية إذنكم فرحي محاض التكفير نيسا حوليس نوبان نيسا نيسا المهم آيات داسي هذه اللي أدوك آثاد أنت أفسران لهيد صحابة أفسرتي ابن عباس محوري آيات قبانية حرم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن شهد أن لا إله إلا الله لست مؤمنا كما حرم عليهم الميتة فهو آمن على ماله ودمه لا ترد عليه قوله ورويدا يشهد لا تاغيها نينكا كعلين دايه او اقبل مسلم باطيدها كييلا سدا اي بخت وحاران كاغيها اي حاران كاغا تايرو الشهادن ان ترى مسلمتي واتايد الله انا كاور قود مسلم باتاي وكو دبتو كان واخ ولبا انو هادي ساسان كو هيستاو اخرو الله ينك رساي مالكي سي نفتي سي ديغي سو انو كا امن هلو مر هادو اشهادو وركيسان لو علين عصو ساري طبري ايو ابن ابي حاتم حاله وانغ سو مر حديث جبريل ديرا عمر ام ابن عمر لغا وريو ان جبريل يدي هادان اشهادو اون صلاادون سومن حجيو ما مسلم بان اهي نبي محيي نعم جبريل لم يحكوا جوابي رمبات شيكتي حديث كي مقدار من الأسود قرن يسير عن كاها نبي الله هذا قال إسهل له أكيد من أولك أما قعان يقوي جيت إجا عرر أنا وصيفت الله ما تشيرن هاي مالا كجل يرادن هاي أوده مسلم بار هاي محاط لا أبوه صحابة وحول بين نبي قوي دينا يانو دين كودا يكو عضي سريع نبي وحوري متى بن كرتيد ومسلم ليك سواك حرام حنا نبي الله هدان دلك ور نكو وكل ما هي مسلم بان هاي ويدي لك بيجو ما قام بيجو
نبي وحده هداد ديشو وحنا نقول يا ماشاء الله تغنيت بتجي أنت دندلين أذون وحتجي سا ماشوا أسقوا تغنا أنتو صنديهن مسلم بنا بمعنى دي جدا بنانان إن لغو قصص لغو دلو سدهوران أسقوا دي جيسو وبنانا نبغي ملا بوشة كت ملا هذا محب بدنيا نين تاد دجالنتين قال قال صوحة أسقوا قد قادير حمقت كل كتي وكلت مضحك بوشاقي الله ولا أتكأر بسبب حري أشهد أن لا إله إلا الله مركات كوك قبته تريد محكولي توحيد ما له هذا بقول كيف السجاشن يا سجال يوم نصوا معي إنه تريدك قبح صني نبي يقول حكولي تور ما هي حكم كذا ملي هذا الله إسكاله كهرني هو مسلمي أو شئنا تفانتن بنو ملايني الإمام الشافعي تعليق مبدا القرشي المطالبي وصار حديث كمقداد مع بعدما أسنده في الأم وحوري فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم دم هذا بإظهاره الإيمان في حال خوف على دمه وفرزاد دقون كان هاي استقول يهان جماعة التكفير حوري كجوك سال ليلي إيمان الله محكمين إيمان محكمين فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله حرم دم هذا محكو حرام يلي نبغو مضى وحكو شيئا ننكا قعنتا قوي إكد ابن الجيت كو عري مركا الدين لهيدنا كوروا مسلم باراي بإظهاره الإيمان إيمان بموجي في حال خوفي حلو أعب صدي على دم ديكيس ولم يبيح ديكيس موسى كبنا يعني بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوذا من القتل بالإسلام محام لها نؤبدا إنه كم سيفت كم مجن قالي رب أيسن كأي هاو شادي قال لقوم أدر سنين بكل أمك هاو شاكو عادي حديث كه دنا عبيد الله ابن عدي من الخيار بوكيري إن أنصار ما بيقلو هبل ومنافق أنسود لي إيه فصحبه منافق بها معقول دعي هاو شو نبي كسر يستي قال لي ما دي هاو الدرامي بوشاج نبي وحولو كهذي أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سما شهدنا ها نبي الله ولا شهادة له نبي الله هو شهادة لكن شهيس وافق بور فجري وي واو ارتفيشال نبي وحوري هوشا أليس يصلي سمت كذا نبي الله ووت كذا لكن ولا صلاة له ووت كذا لكن صلاة سوا بين بور ذاتك محور روا نينك إنه كفر حشر روا نبي وحور أولئك الذين نهاني الله عنهم تذكر الشهادة هي تكنية وتذكر إلى إجر بين عنك أكبحه هؤلاء الناس قعر الإمام الشافعي عديد كاس وضن التعليقي وحرف فأخبر رسول الله المستأذن في قتل المنافق إذا أثر الإسلام أن الله نهاه عن قتله وهذا موافق كتاب الله عز وجل بأن الإيمان جنة وموافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم أهل الدنيا وحكم أهل الدنيا عفوا وقد أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار وحور صدق النبي وحكمه كتاب الله وفصل طيب نينك إسلام إمام موش إن إسلام الله رقمه إمامك ويها قاشان يسكت دفاعات أي أدونك كبت بادان إسلام ما كل شيكتان آخر كلام يروى الله حديثك عقبة بن مالك باصقنا أصل كاكه الله وحكاه الله نبي إنه عيدا دري كدبنا عيدان كي أرور لق قال هذه أي أرور لق قال يقول جوا بريست كده من الله كلا فيك قال ذوك العري نimba مركب فيك تلو قال سحابة كده بتجي مركو أركز يفتي لقط دول هاي يحول ور مسلم بري جدة هذو مسلم هون أيه واجه هاره مو عار مسلم ده سؤال مركب ساكل كل سيارته مو مسلمين تكو صبيره هذو كو صبيره واي مركب تلقيه شوية مرة وريا ورانا مسلم براي وكادية مركو بحصي أو أركينوس لكن بحصي ونن عقب بدنو بعلي ديري نن ديري ضاب قال يحول مسلم ما يقدعي مركاس وذات كي وار رعي سيفتي وادري نك إسلامي نبي قال الله شيء عليه الصلاة والسلام دولة إسلامكم حيز مايس نبي قم مبركو كي استعج وريك تحلص ماها والخل دنتي محدوه بسنوي ده وش ماها توقف تبين كي ماها جماعة التكفير دينك إسلامك وقمان النبي محمد بعزوعه نبي خطب الله يستاجع نبي حول أما بعد
فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول إني مسلم. ما روح مسلم كخل دنو روح كل مسلم بان ودليا. فقال الرجل إنما قالها متعودا. النبي الله خير الله كسي نقو كجبن هي يقدر بروارك. نبي وكسي جز هذا الجزي وأنا ذي بسيء وذي. قعنت ميدوك النبي كورو تاجا واد دجالمي مركز كجب جبي هذا الكي أبى الله علي من قتل مسلما ثلاث مرات. من قتل مسلم وأنك وأكون مسلم كا وأنك يري إني مسلم أسفت قاضي. إلهي وإيدي ذي إنه كتبت أقبله قدام بدافه أما هو إجر ربي عليه روح مسلم دلة صدح قرب النبي كعري عليه الصلاة والسلام. وفي رواية إن الله حرم علي أن أقتل مؤمنا صدح قرب كعري وش ما لقى بشرع وكتاج أنت أفدا إن من كان يستوحوي وحاس كذا خلط وين وينكر لكن هو نجا اللي تكذيب كي بين أنت والله بقي بتكذيب لساني من مد حالية أما إلا يحولوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين شاهدين على أنفسهم بالكفر قال بانهين كل ما أرجيزد لكن دقن كيساتو صهاية وها إسكرا خلطا آفوية إسلام كي حكم جاي كي حقيقي جاب إسكرا خلطا والإسلام كان نار لقى جبت بعد إجنا اللقو قالوا متك أسرع الله يطهلا شروط دي سي أحكام دي سي الله إسكاله لكن أنه هدان آدمانها إمحان الغربة روح الإسلام إنه موجزة وحو الدوني بأورك هكوها يستيه إنه عندها نو ولالك هناتو مدحا عنكو قادن هدو الدونو هنو قدو عدو نبابينو يمرافق هوز تكتو رأي وراقها قال الله شقيري إلا أن حكتي سعقاني إنه ووركي سفشل ما هيو محان كو وضينا ظاهر كاسان كو عدقمينا. أبو بكر الجساس حديث قاسون وحكيري فأخبر النبي بإيمان المقتول نك الذين هم مسلم النبي الشيخ ولم يجب على قاتله الدية لأنه كان حربيا لم يهاجر بعد إسلامه وافقي حنفي وأنت أظن بكذا بكينية نك الذين النبي إيمان بو حكمي لكن كيد لي محام مغلوق قادي واي وحلوق قادي واي بوري مسلم كوضن قال كوكوري أما كو إسلامي يا سوغو سوهجرون كرأن سوهجرون كدبنا مسلمين تو أي مدير راعيا أيغون قرنينين مق يدي كفارة من ما الحنفية قبط أصل كود حديثك أصل كان يجيب التاجر عيابه سكستبان نقطة حديثك أنس مشهور كان في الصحيح وفي السنة قرن إنسان أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا شهدوا وفرصاد مركي قراء مركي توحيد سدان واستقبلوا قبلتنا حقك عبدوا أنتو كذا وأكلوا ذبيحتنا قور عنا عنان وصلوا صلاتنا اسكو صلات ان نقونو نبي محمد فقد حرم علينا دماءهم واموالهم من عقو هلين كا هوس بخين بنا ادم كمال كيس ديكيس وحا ممنوع حرمه لبا شيء كليا ايمانيو يا امان انو ايمان له روحه وديكيس مالكيس حارن ساكا نقدان يا انو يحي قال ان انو ان سيناي مغانغليو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال أمان لسيء إن بتقليه يروح إيمان لله بذا سديق حرمه. إذن ننكاني لما بدؤوا إنه قال إيمان له إيمان هلاي ينن أمان سين. إذن كافر حرب أمان بمجرين. إذن محا ديق سحرمي إيمان بحرمي. إلا بحقها ما لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. الكاسو النبي قول لمر مسلمين توح اليهم بيليهم وحال كواجبا كواجبا وحي مدين بمدين انت ساد ولا غربا ظاهر كاس كوري امدنا كو دقنت ضربا حديثك اسامه عن كان واد غرنيسان بيلتا النبي كيلو اسامه فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه النبي ان بدن كو علعلي الامام الشافعي اصدق قد يدوا كهلي ابو بكر جاسوس با كهلي وحو كود ابو بكر هلكيسان سو قاتي وحو يري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بإسلام هذا الرجل نينك ودلي أسامة ودلي إنه مسلم يهيب النبي الشيغي عليه الصلاة والسلام ولم يجب على أسامة دية ولا قودا كدم نواسي شرحي هل حديث بانكو قبين يا قضية دا أدلة دا قضية دا سروح إسلام من موجستة قال لمن أيسن كم وقن إن إسلام من لو حكمه ومسألة قطعية من ضروريات الدين وي وفرصة هذا ينكا خلدمي
islaanimo muujisanaya wax gaalnimana kuma ogid inaad islaanimo u xukunto waa shay qadci ah oo yaqiin ah oo khilaaf aqbalin way ninki khilaafana muslim man noqonayo xaqiiqatan hawsha ayada ninkan islaanimada muujisan gaalnimo miyad ku ogtay maya wa tirso ma islaan laakin loo xukumi mahayo ilaa aan كسحون هبصده هو شيسون بارون دبقلو دين تاس ودين تي خوارجتا اي دين تي ماها اهل السنة وبالتالي وشي كفري وشي كفري طيب اسلام ام جسن وحام ديدي كرا قال لما لو قعدو مياد قال لما كوكتاي مايا ما حد كو تكفيري سي هدي وطن قالو تشوغا ابدا ممنوع وقال دونا ان شاء الله تعالى